للمزيد عن تمديد حالة الطوارئ الصحية ينضم إلينا الدكتور أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بالرباط. أهلا بكم أستاذ أحمد بوز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ماذا يعني أو ما مضمون هذا حالة الطوارئ الصحية التي يتم تمديدها كل مرة؟ نعم، مضمون حالة الطوارئ الصحية ببساطة هي يعني إضفاء الطابع القانوني والطابع المشروعية على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية في مواجهة الوباء المعروف الآن بوباء كورونا أو كوفيد 19، فهي بمثابة الوعاء القانوني الذي يسمح ويعطي الإمكانية للسلطات العمومية، للحكومة أو لوزارة الداخلية أساسا ولوزارة الصحة، لاتخاذ كل التدابير التي الوقائية وأيضا حتى الزجرية في حالة يعني المخالفات لمنع والحد من انتشار هذه الآفة. ولذلك فحالة الطوارئ الصحية أعلنت لأول مرة في مارس أو في بداية مارس الماضي، ويعني هي تمدد بعد مرور كل شهر في ارتباط بتطور الوضعية الوبائية وعدم النجاح لحد الساعة في الحد من انتشار هذه الآفة. أحيانا أستاذ يتم الخلط بين الطوارئ الصحية والحجر الصحي وبعض الإجراءات الأخرى التي تدخل في الإطار الأشمل، كيف يتم التمييز بين هذه المفاهيم؟ نعم، الحجر الصحي في الحقيقة ليس مفهوم قانوني محض، هو محض تدبير، هو محض تدبير من ضمن تدابير أخرى تتخذ من أجل تنزيل حالة الطوارئ الصحية، مثل ما نتحدث مثلا عن العزل الصحي، مثل ما نتحدث مثلا عن إلغاء التجمعات واتخاذ تدابير لمنع الاجتماعات العمومية إلى غير ذلك، فهو محض تدبير ومحض إجراء تلجأ إليه السلطات العمومية تفعيلا لحالة الطوارئ الصحية التي هي حالة قانونية وأصبحت جزءا اليوم من النظام القانوني ومن الترسانة القانونية المغربية المعمول بها إسوة ببعض الدول الأخرى، وإن كانت التسميات المعتمدة في بعض الدول لا يعني تختلف من دولة إلى أخرى. نحن وفرنسا مثلا نستعمل هذا التعبير المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وفي بلدان أخرى هناك استعمالات أخرى وفي هناك مفاهيم أخرى، ولكنها يعني تحيل على نفس المضمون تقريبا. طيب لا شك أنه منذ بداية الجائحة، منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية في البداية إلى الآن تطور، لنقول تطور من يتولى الآن تدبير حالة الطوارئ الصحية أو المتدخلين فيها، هل الحكومة مركزيا منذ البداية إلى الآن أم يتم تدبيرها الآن على مستوى السلطات الترابية الجهوية والمحلية؟ كيف يتم توزيع اختصاصاتها؟ نعم، هي من الناحية المبدئية وفقا لمرسوم يعني القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية هي الحكومة، ولكن المرسوم يعطي لسلطتين هي السلطة المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالصحة صلاحية إعلان حالة الطوارئ واتخاذ التدابير المناسبة، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية تدخل سلطات عمومية في مجال تدخلها مثلا وزارة التربية الوطنية أو وزارات أخرى لاتخاذ بعض التدابير التي يعني تتعلق بمجال يعني تدخلها. لكن الذي لاحظنا يعني في الفترة الأخيرة بأنه كان هناك حضور أكثر لوزارة الداخلية وبدرجة ثانية وزارة يعني الصحة، سيما وأن المرسوم بقانون يعطي لهاتين السلطتين يعني حضورا قويا ونفوذا قويا فيما يتعلق باتخاذ أو بإعلان حالة الطوارئ الصحية واتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتنزيلها على مستوى لذلك كانت على هناك مستوى الواقع في بعض الحالات، صح؟ نعم، كانت هناك إجراءات في كثير من البلدان، ظهرت ثلاثة سلطات أساسية في تدبير هذه الجائحة، هناك السلطة المكلفة بالأمن في الحالة المغربية وزارة الداخلية، هناك السلطة المكلفة بالأمن الصحي اللي هي وزارة الصحية، ثم هناك السلطة العلمية
أي الهيئات العلمية واللجان العلمية. طبعا في المغرب يعني لم ينص عليها القانون، ولكنها موجودة في قانون الطوارئ الصحية في فرنسا، تم أنا التنصيص عليها. فإذا هناك يعني تدخل لعدد من السلطات، ولكن هذا لا يمنع من أن هناك سلطات محددة تبرز يعني بشكل كبير، خاصة لما يتعلق الأمر بالتدبير الأمني لهذه الجائحة، لأن هذه الجائحة ترتبط بتدبير النظام العام في أبعاده الثلاثة، سواء يتعلق الأمر بالأمن العام أو بالصحة العامة، يعني وإلى حد ما حتى بالسكينة العامة يعني إذا جاز التعبير. لا شك أن هذا الإطار الجديد الطوارئ الصحية يشكل اختبار لانسجام وتناسق المتدخلين والتدخلات أيضا. إلى أي مدى نجحت كل المصالح في أن تظهر الانسجام المطلوب في إطار الطوارئ الصحية؟ أنا أعتقد بأنه طبيعة الجائحة كان لابد أن تطرح تحديات على كل السلطات العمومية، ليس في المغرب فقط بل في دول أخرى، لأن الأمر يتعلق بسابقة، يتعلق الأمر بسابقة، وكان شيء طبيعي جدا أن تطرح بعض الارتباك وتطرح بعض التساؤلات وتطرح بعض التحديات حول كيفية التعامل مع يعني أوضاع جديدة. في الحالة المغربية لاحظنا بأنه كنا إزاء مرحلتين، ربما أن المغرب في البداية نجح إلى حد كبير في التعاطي مع هذه المسألة بتضافر كل جهود، سواء يتعلق الأمر بالسلطات العمومية أو يتعلق الأمر بالمواطنين أو بكافة المتدخلين في هذه المسألة. لكن تطور الحالة الوبائية طرح بعض التساؤلات وبعض النقاشات حول الاختصاصات، حول حدود تدخل بعض يعني السلطات، حول مسألة أساسية إلى أي حد في هذه التدخلات تحترم بعض الجوانب التي يجب أن تحترم في حالة طوارئ من هذا النوع، مثل قضية حقوق الإنسان، مثل قضية بعض يعني تدبير بعض الانفلاتات التي حصلت هنا وهناك. شكرا ولذلك جزيلا طرحت بعض. نعم شكرا جزيلا. شكرا لكم الأستاذ أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بالرباط، على كل هذه التوضيحات.